السيسي وكونتي يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى حل شامل للقضية الليبية. اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين قرب البنك المركزي. الصين والولايات المتحدة يوقعان اليوم المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بالبيت الأبيض. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، هنأه خلاله بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا. وعرب السيسي عن تطلعه لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية، مشيدا بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أشاد المستشار النمساوي بجهود مصر في مكافحة الإرهاب وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية وجهات الرعاية لها بدون استثناء. جاء ذلك خلال لقاء شكري مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. من جانبه أعرب شكري عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل من أجل التوصل لحل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية. أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي، واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات. وذكر الدفاع المدني أنه عالج بعض المحتجين وأفراد الشرطة الذين أصيبوا بجروح، لكنه لم يحدد عددا. تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما يمثل هدنة مؤقتة للحرب التجارية بين البلدين الدائرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصاديين في العالم. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.